ايه اللي حصل عشان تحصلي على هذه الزمالة، وازاي الناس بتحصل على زمالة بهذا الشكل وبهذا الحجم؟ طيب خليني اقول لحضرتك الاول دي بقى النصيحه اللي بتقدميها للزميلات. مبدئيا هو احنا علشان انا عملت الماجستير بتاعي كان برضو في معالجه الصرف، بس الصرف الصناعي. وكان تخطيطي ان انا عايزه اكمل المعالجه دي بطرق مستدامه للصرف الزراعي كمان. اوكي. فقدمت الدكتوراه بتاعتي، بس بدل ما تبقى في الهندسه البيئيه عملتها في الصحه العالميه وبيئه الانسان، بس علشان ندي ابعاد صحيه وسياسيه للموضوع وكده يعني، ومانجمنت وكده. عظيم جدا. بتقدميها على طول للمنظمه ولا بتقدميها في الجامعه؟ بنعمل لا احنا انا اوريدي يعني سجلت في الجامعه. كويس. وعملت جبت فكره البحث بتاعي. انا بحب دايما ان يبقى البحث متعلق بمشكله موجوده في على الارض الواقع، بحيث ان انا اقدر اعمل تاثير. فبالتالي عملت جبت الفكره، عملت سيرش ان هي هتتعمل ازاي، هتتطبق ازاي، البحث هيمشي ازاي، وقدمتها لوريال يونسكو. كانت لوريال يونسكو فاتحه التقديم، قدمت وبالسي في بتاعي. طبعا هو الاختيار ما بيكونش بس على فكره البحث، بيبقى كمان على السي في بتاع الباحث، هو نشر ايه قبل كده، حضر مؤتمرات فين قبل كده، بحيث ان هو اولا اثبات لجديه الباحث، ثانيا قدرته على انه مش الباحث بقى الباحثه، قدرتها بالظبط. أيوة. قدرتها انها تقدر توصل للبنات اللي ليهم سن صغير وتحفزهم وتحمسهم انهم يشتغلوا في البحث العلمي. رائع جدا. وانا لان انا عندي خبره 7 سنين في مجال اكاديمي، فبالتالي انا ان كونتاكت مع بنات صغيرين باحثات زيي. فنشرت قبل كده في مجلات عالميه، حضرت عدد محترم من المؤتمرات، فكانت السي في محترمه، الى جانب كمان فكره البحث اللي هي اصلا يعني بتواكب المشاكل اللي احنا بنواجهها في العالم دلوقتي. بالضبط.